اهلا وسهلا بكم معنا مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج ان فاشن عبر هواء قناه الصحه والجمال اتش بي سي. وموضوع حلقتنا زي العادة هو موضوع مهم عشان هو بيتناول الموضة والتجميل المناسب للسيدات بالمناسبات المختلفة أو مناسبات السهرات. ومعنا بالاستوديو النهاردة خبيرتي الأزياء والتجميل منى أحمد وأمنية صبري مؤسسات ومديرات أوتيليا ومركز تجميل ديفا ستور. أهلا وسهلا بكم وبحضرتك. أهلا بك. طبعا ديفا ستور كبداية عايزين نعرف من حضراتكم، خلينا نبتدي مع حضرتك أمنية، عن مركز ديفا ستور اتأسس امتى وبيحتوي ايه؟ اوكي تمام. هو بالنسبة لديفا ستور، هي كانت منى مؤسسة الأول ديفا ستور، كانت شغالة اونلاين من البيت، كانت شغالة في ميك اب، كانت حاجات تخص قبل أي حاجة كتجميل قبل الدريسز عامة. بعد كده احنا اتقابلنا صدفة، هي منى صديقتي من اولى ابتدائي من ايام المدرسه، فاحنا اتقابلنا بالصدفه في فرح واحده صاحبتنا. الكلام ده كان من كام شهر تقريبا. هي كانت بتتكلم عن الموضوع ان هي عندها اتليه فساتين، فانا جت صدفه ان انا كمان شغاله في نفس الموضوع بس انا كنت شغاله اونلاين. فبعد كده اتصادفنا يعني، وبعد كده قررنا بقى ان احنا نتشارك مع بعض. فبقينا مثلا احنا الاثنين شراكه مع بعض من مده مثلا 5 أو 7 شهور تقريبا، مش بقالنا كتير مع بعض. لكن كديفا ستور هو بقاله فتره كبيره. طب ده جميل قوي. بالنسبه لديفا ستور، ايه الازياء اللي بيحتويها وايه الازياء اللي بيقدمها للعملاء؟ طبعا انت عارفه ان دلوقتي الموضوع ماشي بالترند اكتر، الدريسز الموجوده على السوشيال ميديا هي المنتشره. هما نوعين يعتبروا، النوع اللي هو الاولاني الصك، والنوع الفساتين الثانيه المنفوش. ده لو هنتكلم على النوعين العاديين اللي اكتر الناس بتطلبهم. بس احنا لو هنتكلم على ماتيريال، اكتر الماتيريال اللي نازله ترندي دلوقتي، لو حضرتك طبعا اكيد متابعه الموضه برضو او كده، في الماتيريال الديسكو، ده من اكتر الماتيريال المنتشر دلوقتي واللي احنا بنصممه عندنا في المصانع. وده اللي بيلمع كده بالظبط، اللي هو موجود عند حضرتك هنا، ممكن برضو نعرضه على الشاشه. ده برضو اكتر الماتيريال اللي بيطلب مني دلوقتي، والماتيريال عموما كويسة في جميع المناسبات، سواء في المناسبات القريبة منك او البعيدة او ايا كان، فهو مناسب جدا لجميع المناسبات وسعره كمان مناسب جدا. عندنا برضو ماتيريال تانية اللي هي الساتان، ودي بتكون مناسبة في جميع المناسبات في الشتاء. ماتيريال الديسكو احنا بنشوفه حالا عبر الهواء. اوكي. ده من اكتر الماتيريال عموما اللي بتطلب مني كتير. عشان كده احنا عموما بنعرض الديسكو باقل سعر، مع ان هو في اغلب الاتيليهات بيتعرض باسعار عاليه جدا، فاحنا بنعمل اوفرز عليه عموما سواء عندنا في المصنع او في الاتيليه. عروض فيرست، ممكن اي واحده تيجي عندنا تصمم الديزاين الديسكو اللي هي عايزاه، تاخده مننا ايجار فيرست باقل سعر ممكن، فاحنا بنتيح ليها برضو الموضوع ده جدا. ده بالنسبه للماتيريال الديسكو. بالنسبه للماتيريال الساتان، وطبعا ده من اكتر الماتيريالز المنتشره عندنا، ده بيكون مناسب جدا مع كل البنات، سواء في المناسبات اللي هي درجه القرابه فيها قريبه او بعيده. بس احنا الماتيريال الساتان بنفضل ان احنا شويه نعمله بالطلب، لان هو حاليا كل ماتيريال ساتان كل يوم هتلاقي شكل جديد ديزاين جديد. فعموما احنا بنعمله بالطلب او بالايجار فيرست، او بنتيح للبنات عموما ديزاينز جديده اول باول، بييجوا ياجروها من عندنا برضو باسعار كويسه جدا. عندنا ماتيريال ثالثه، الماتيريال الدانتيل، دي بتكون مناسبه اكتر للعرايس، سواء في كتب الكتاب او الخطوبه او ايا كان ايه المناسبه اللي هتكون ليها. دانتيل اسود ودانتيل ابيض، ده من اكتر الماتيريالز المنتشره دلوقتي ومن افضلهم برضو في الصيف وفي الشتاء، بس للمناسبات اللي هي بتكون تبع للعروسه نفسها اكتر، مش للمناسبات العاديه. بس دول من اكتر الماتيريالز تقريبا شغاله عندنا اليومين دول في الاتيليه وفي المصنع. طب نتكلم بقى عن كولكشن النون حجاب مع امنيه،
كلمينا عن الكوليكشن. بالنسبه لمان هجاب احنا لسه بادئين فيه مؤخرا، يعني بقالنا اكتر من شهر تقريبا، مش بادئين بقالنا كتير. احنا قررنا ان احنا نعمل لمان هجاب لان احنا بقى بعد ما اتعرفنا الناس كلها بقت تيجي لنا، المش محجبين بقى يجونا عايزين ياجروا حاجات. احنا عندنا كان كل الفستان بتاعتنا كلها مقفوله زي ما حضرتك شايفه كده. فقررنا الفتره الاخيره دي ان احنا نعمل هاند ميد يكون يناسب المش محجبين. مثلا الستانات برضو بنعمل ديزاينات بقى تناسب المش محجبين، فعندنا اكتر من ديزاين واحد يعني. بس ده جميل قوي. كمان نعرف اكتر عن خلينا نتحدث عن موضوع الهاند ميد، وحضرتك كنت بتقولي قبل شويه بانه في حاجات رائجه دلوقتي وحاجات هي اكتر موضه، فهل بتم تصميم حاجات معينه هاند ميد والمده الزمنيه اللي بيستغرقها الموضوع ده؟ بالنسبه بقى للهاند ميد، الهاند ميد طبعا عامل لنا مشاكل كتير جدا انا وامنيه طبعا كل الناس. يعني احنا بنفضل ان احنا نتيح للناس افضل ماتيريال باقل سعر، وطبعا البنات اليومين دول حابه الحاجات اللي فيها اوبشنز كتيره وفصوص كتير، خرز كتير، ماتيريال تبقى كتيره اوفر. في فئه من البنات كتيره قوي بتحب الموضوع ده، فاحنا طبعا علشان ما حدش يتضايق بنوفر ده كتير قوي وباقل سعر ممكن. يعني احنا الهاند ميد تقريبا في الاتيليه عندنا بنتيحه للناس بسعر تحفه، وبيبقى كله من اوله لاخره مطرز هاند ميد كامل. برضو هنبقى نعرض ده ان شاء الله، وهيبقى موجود عندنا في البيج، اي حد هيخش هيشوف الحاجه متصوره على الحقيقه وكويسه. فاحنا الحاجات الهاند ميد عموما بنتيحها للناس بسعر كويس وبنفصلها، بس التفصيل بتاعها بياخد طبعا مده كبيره قوي. بس احنا عندنا خبير ازياء مميز جدا، استاذ محمد محمود، انا حابه بجد اشكره جدا على الديزاينز. بجد والله هو بيعمل لنا ديزاينز في اوقات قليله جدا، سواء الخامه الديسكو اللي قلت لك عليها او الدانتيل او خامات العرايس اللي بيبقوا مستعجلين طبعا ومتوترين. فاحنا بنتيح ليهم اي ديزاين هم عايزينه في خلال 3 او 4 ايام. بس طبعا ايه يعني بنحاول ننجز الموضوع. اي حد عايز يصمم اي فستان بتستغرق المده دي بس؟ المده دي بس طبعا بنبقى في ضغط كبير قوي مع استاذ محمد. احنا طبعا اللي بندير الموضوع معاه لان الموضوع بيكون صعب، هو طول الوقت عنده ضغط وطول الوقت في ديزاينز بتتعمل، وهو حاليا اصلا شغال في ديزاينز ماتيريال كويسه بيوديها بره مصر كمان. فالموضوع بصراحه كويس قوي. ده بالنسبه للعادي. بالنسبه للهاند ميد لان هو هاند ميد فبياخد وقت شويه على المكن، بس احنا برضو بنتيحه يعني ممكن كحد اقصى اسبوع بالكتير وتستلم الموديل الهاند ميد اللي هي محتاجاه. ده بالنسبه للايجار الفيرست او التفصيل عموما بيها. بالنسبه للايجارات عندنا في الاتيلي احنا برضو بنتيح ديزاينز موجوده ترند اليومين دول، ايجار وجديده، ما بتكونش حاجات مهلوكه قوي وبتكون كويسه، البنات بتحافظ على الحاجات بشكل كويس جدا وباسعار كمان لطيفه. ف جود لك يعني. ممكن يكون في حاجات لبسه اولى او حاجه زي دي؟ هي دي الايجار الفيرست، اللبسه الاولى دي. احنا برضو حابين نوضح الموضوع عشان يكون مناسب مع البنات اكتر. بيكون في بنات عايزه تلبس اول لبسه يكون سعرها كويس، تكون شبه الديزاين اللي هي محتاجاه مش لاقيه في اتيليهات كتير. فبتوفر لي صوره الديزاين، مثلا بتبعت لنا على السوشيال ميديا او بتكلمنا على الرقم الخاص بينا بالاتيليه، بتبدا توضح لنا الشكل المناسب ليها، بنبدا نقول لها السعر اللي هيكون مناسب مع الفستان، بننزل بنجيب لها القماش طبعا تبع شركات شحن وتبع مناديب شحن عندنا. في خلال يوم بالكتير بنكون وفرنا لها القماش، وبنبدا نديه للديزاينر على طول يفصله لها ويعمله لها، وبتدفع ايجاره اكنها مأجراه من عندنا، وبعد كده بنرجع احنا ناخده في الاتيليه تاني، بيكون متوفر للبنات الاخريات. يعني في ناس كتير قوي بتفضل الحته دي ان هي تأجر فيرست عشان ما حدش يكون لابس مطرحه او مكانها. وفي اوقات الاشخاص للاسف بتستهلك القطعه لما هي بتلبسها، فهي حتى لو قطعه جميله لكن هي بيبقى عندها سوء استعمال للفستان ده او القطعه دي. دي حقيقه فعلا، في ناس باستخدامها مش بيكون كويس، استهلاك كانش بيكون الطف حاجه بالظبط. بس دول بيتعجبوا معايا. لكن بالنسبه للبنات اللي بتبقى حابه تاجر فيرست ده بيبقى متاح عندنا بسعر الايجار العادي يعني.
طب هل يعني الاوتيليه هو فعلا قادر بانه يلبي كافه الاذواق، يعني ما بين اعمار صغيره واعمار كبيره، اشكال الاجسام كافه، بيحتوي على الكوليكشن الكبير ده؟ الحمد لله احنا قادرين نكفي الاتيليه بجميع الاعمار جميع الاوزان. احنا عندنا الفساتين بتبدا من سن مثلا قولي سنه لحد بقى مامه العروسه ومامه العريس، فاحنا عندنا الحمد لله بنكفي كل حاجه. عندنا كمان الفساتين بتلبس لحد 130 كيلو 150 كيلو 150 كيلو، فحتى لو احنا عندنا حد جاي عايزه تاجر الدريس مثلا ومقاسها مش موجود عندنا، بنقدر ان احنا نقترح عليها اقتراح ان تشوفي حابه تلبسي انهي فستان او اي ديزاين، وناخد مقاساتها وهي واقفه ناخد مقاساتها عندنا في المصنع بتاعنا، وبعد كده بنبقى بنأجرها لها فيرست يعني. بس هي بتيجي تعمل لها بروفا مثلا قبل المناسبه باسبوع خلاص، وبتبقى عارفه ان فستانها هيكون موجود، لان اغلب البنات اللي هم الاوفر سايز شويه بيروحوا الاتيلات هناك، الناس بتقول لهم لا ما فيش مقاساتكم، لا مش عارف ايه. فاحنا بنحاول نلبي الحته دي علشان ما حدش يعني يكون ماشي متضايق من عندنا. ده جميل قوي. بما انه حضرتكم يعني متخصصين في المجال ده بقالكم فتره، امنيه ومنا نصائحكم ازاي ممكن السيدات او الفتيات بانه هم يختاروا الملابس اللي هي بتلبق لسنهم، للون بشرتهم، لطبيعه المناسبه اللي هم عايزين يحضروها؟ بصي، هو اهم حاجه في الموضوع ده، لان برضو دي كانت مشكله كنت حابه اتكلم فيها، ان في بنات كتير قوي بتبقى جايه لنا هم حابين، هم شايفين ديزاين معين على الموديل، فهم فاكرين ان هو الديزاين ده اللي هيكون موجود عليا بالشكل ده. اوكي، الديزاينز بتكون حلوه جدا فعلا وهتبقى حلوه جدا، بس دايما بيكون في الافضل عليكي. يعني ايه الافضل عليكي؟ يعني يفضل ان انت تستشيري حد او كذا حد الاول في الموضوع، تشوفي ايه هيكون مناسب عليكي كجسم كلون، هيبقى مناسب لدرجة القرابة اللي انت رايحة في المناسبة ليها، المكان اللي انت هتكوني موجودة فيه. كل الحاجات دي طبعا بتدي فيدباك كمان عنك وعن شخصيتك اكتر، فده لازم يكون موجود عند كل بنت وهي بتختار الفستان. احنا بيجي لنا البنات مثلا، لا انا عايزة الفستان ده، طب ممكن نرشح حاجة تانية، ممكن نشوف حاجة الطف، لا انا حابة ده. اوكي، يكون مريح ليكي نفسيا، مفيش مشاكل، هنقعد ونختار مع بعض لحد ما يكون في حاجه مناسبه. بس مع الراي الاغلب دايما بنشوف الانسب لدرجه البشره، للشكل، شكلك يكون اليجنت كده شويه، بس ده بيكون افضل كتير ما اختار ديزاين تحفه بس مش لايق عليا. بس فاحنا بنوجه ده برضو لاي بنت بتيجي عندنا، بنوجهها للحاجه الكويسه ليها. امنيه طبعا بتعمل الميك اب عندنا، هي شاطره قوي، معاها كورسز كويسه جدا، بتعرف تظبط لك الميك اب اللي هيليق على بشرتك، سواء هي هتديك النصيحه او هتوفر لك الاوفر اللي ممكن تستخدميه مع الفستان اللي انت هتاخديه من عندنا. يعني احنا حاليا في فستان وفي اوفر ميك اب، او ممكن نبقى نقوله برضو ضمن الاوفرز اللي هنقدمها باذن الله. بالحديث عن الاوفرز زي تقديم النصيحه والفساتين والميك اب، عايزين نعرف اكثر عن الموضوع ده، ايه الاوفرز اللي بيقدمها ديفا ستور؟ اوكي تمام. بالنسبه احنا بنعمل اوفرز حلوه جدا، مثلا احنا ممكن نعمل اوفر لبنت جايه تاجر دريس معاها ميك اب هديه، او مثلا لو بنت جايبه اصحابها او قرايبها، لو هم اكتر مثلا من 3 بنات، بنديها هي الميك اب فور فري مع الدريس، وباقي البنات بياخدوا ديسكاونت على الميك اب ده لو هم حابين يعملوا ميك اب معانا. بس هم كده كده بيحبوا يعني. وبرده حابين بمناسبه البرنامج النهارده ان احنا نقدم اوفر لاي بنوته هتجيلنا من هنا، سواء من القناه او يعني بتتفرج علينا، ممكن تاخد اي فستان هاند ميد من عندنا، فرنج مثلا من 800 ل 900 ايجار بدل 2000 وبدل 1500. طبعا الايجار عندنا الهاند ميد بيبدا من 800 لحد 3000 جنيه، وده في الاوفرز يعني في العادي، مش في الاوفرز اللي احنا بنقدمها. ولكن اي حد هيجي لنا هنديله كود معين، ممكن مثلا نقول الكود، احنا لسه مش محضرين على فكره كود ولا اي حاجه، بس بالمناسبه بمناسبه البرنامج ممكن مثلا نقول ايه، باسورد كود. باسورد اي حاجه. اوكي، ممكن نقول والله يعني شوفي كود مناسب
هو ممكن ببساطة حد يقول بأنه تابعنا وهو شاف الحلقة اوكي ما فيش مشاكل طبعا اللي حضرتك شايفاه قبل ما نوصل للكل ما فيش مشكلة. عموما اي حد هيجي لنا عن طريق الحلقة او ياخد سكرين شوت او اي حاجة ليه ديسكاونت على اي ماتيريال هاند ميد من عندنا. ده عرض جميل قوي، نتمنى من الكل انه يستغل العرض ده عشان ده عرض مخصص بقناتنا وببرنامج ام فاشن. ممكن يكون ده الكود. ايه اوكي اوكي مفيش احسن من كده بجد. اوكي مفيش مشاكل. طب الميك اب اللي ممكن احنا نقدمه للعروسه او ممكن الميك اب لاي مناسبه مختلفه بيعتمد على ايه بالستور؟ احنا ممكن ده سؤال لخبيره الميك اب عندنا استاذه امنيه، ممكن هي ترد على ده افضل. بالنسبه للميك اب في كل بنت بتيجي تبقى عايزه تختار ميك اب معين او هي بتوريني مثلا الميك اب اللي هيكون هي حابه تعمله فانا بعمله لها بالظبط، بس لو لقيت ان في حاجه مش هتليق عليها بقدر اديها النصيحه اللي هو لا احنا ممكن نغير مثلا رسمه العين دي لرسمه العين دي، ايه رايك نعمل كذا، فبنجرب مع بعض مش بضايقها خالص ولا هي بتتضايق، هي بتمشي مبسوطه، هي فكره ان انا اديتها رايي بصراحه فدي هي بتبقى مبسوطه بيها. الوان الميك اب ممكن اشوف بشره حد مثلا مش هيليق عليها لون روج معين فبقول لها بكل بساطه اللي هو بصي لا احنا خلينا في لون الروز ده مثلا ده هيليق عليك اكتر من ده، ايه رايك؟ فهي خلاص بتقتنع، هي بتاخد رايي ثقه لان انا مش هوديها في حته مش حلوه يعني. بس ده بالنسبه ان انا بختار لها الميك اب على لون بشرتها. طبعا على اللبس اللي هي تكون لابساه، لو لابسه دريس مثلا لون معين بيبقى لي طبعا ميك اب معين معين. بس بس بقى فكره بقى الميك اب لازم تكون هي محضره بشرتها جدا، هي قبل ما بتيجي لنا انا بكون قايله لها مثلا تبقى محضره بشرتها، هتعمل تنظيف بشره قبلها باسبوعين، لو هتروح للبيوتي سنتر قبلها باسبوعين، ما تبقاش جايه لي قبلها باسبوع او يومين بشرتها تكون بايظه جدا طبعا. بالنسبه لتحضير البشره وانا بعمل لها الميك اب لازم تكون غاسله بشرتها كويس جدا بغسول، بنضف لها بشرتها بالميك اب ريموفر عشان لو هي حاطه ميك اب مثلا قبلها بيوم بشيل لها بواقي الميك اب يعني. طبعا لازم نحط اساسيات الميك اب بقى اللي هو برايمري، نحط الكونسيلر بيداري الهالات بيداري عيوب البشره عامه، الكوريكت طبعا الكوريكت بيكون ليه كذا نوع فعلى حسب الصبغه اللي عندها في بشرتها لونها ايه فبيكون ليها كوريكت معين. بس بنختار بقى كل حاجه مع بعض. ممكن التعامل بالموضوع ده صعب عشان ممكن زي ما قلنا بالنسبة لموضوع الفاشن تبقى هي عايزة ميك اب معين على موديل معينة ويبقى الميك اب ده مش لاقي لشكل وشها او بشرتها بالظبط. في كتير قوي كانوا بيجوا لنا وحابين يعملوا الميك اب ده بس هو مش هيليق عليها، فببقى عايزة اقول فعلا بوضح لها ده فهي خلاص هي بتقتنع لما بنجرب مع بعض. انا ماليش مشكلة اجرب وامسح عادي بس لما بنجرب مع بعض وبنشوف اللوك الاخير هي بقى بتقتنع في الاخر، لان طبعا كل رسمه عين ليها رسمه معينه ليها لاشز معينه بتتحط، كل بشره ليها حاجه مختلفه عن التانية. ولو هي حاولت تداري مشاكل وعيوب بشرتها بس ما حصلش، هل ممكن عبر الميك اب انه احنا نخبي مشاكل وعيوب البشره؟ اللي هيخبي المشاكل وعيوب البشره الحاجه الوحيده اللي هتستخبى من الميك اب التصبغات والهالات بس ما فيش تجاعيد تستخبى بالميك اب، ما فيش حبوبه تستخبى بالميك اب، لون الحبوب اللي هيتغير لكن تجاعيد ما فيش حد هيجي لي وشه فيه تجاعيد ويقول لي انت ما درتيش التجاعيد، انت ميك اب مش ميك اب مش كويس. لا انا بكون مفهماها ان عيوب البشره 1 2 3 ده اللي هيتغير وده اللي مش هيتغير، لكن اللي هنقدر ان احنا نداريه الهالات السوداء التصبغات اللي في البشره، لو في مثلا حبوب نقدر نداريها عادي بالفاونديشن طبعا بالكوريكت الاول فاونديشن، دي الميك اب دي اساسيات يعني، لكن التجاعيد هي مش بتروح، الحبوب البارزه مش هتروح طبعا، مش هخبي الحبايه اكيد. بس طب ايه الموضه بالميك اب بالنسبه للصيف ده والخريف يعني زي الالوان زي الانواع؟ بالنسبه للالوان هو الصيف طبعا يعني كل واحدة ليها ذوق يعني كل واحدة ليها ذوق عن التانية، بس بالنسبة للصيف احنا بنحط الألوان اللي هي حباها، مثلا ممكن نحط على بينكات على أورنج عادي، في ناس تحب تحط الأخضر والأزرق طبعا على حسب اللبس اللي هي تكون لابساه، لكن بالنسبة للخريف وبالنسبة للشتاء الألوان كلها بتبقى مدية على نود روز خفيف قوي الحاجات الألوان الهادية بس. جميلة قوي.
طيب من أقل الاستعدادات والخامات المطلوبة لو احنا عايزين نعمل فساتين هاند ميد للمناسبات السعيدة أو للمناسبات المختلفة؟ بصي، الهاند ميد جميع أنواع الأقمشة بتاعته خطيرة وحلوة جدا. يعني احنا لما بننزل نشتري الخامات الهاند ميد بنحتار نشتري ايه كتير، وانا وامنية طول الوقت احنا شايفين خامات، احنا عايزين نعمل كل الخامات وعايزين نجيب للبنات كل الحاجات المطلوبة. فاحنا لو فضلنا نتكلم بقى على كل الخامات، لا كتير قوي، بس احنا بنرشح دايما الخامات الهاند ميد اللي هي متطرزة تطريز فيه فصوص كتير، في كريستال، في ازاز. الحاجات دي بتكون لما بتكون من الفستان من اوله لاخره بتديه شكل فخم اكتر، ماشيه مع البنات اليومين دول اكتر، حابين فكره ان هم ظاهرين قوي. فده طبعا بيكون دايما مرشح لاخت العروسه اكتر، اخت العريس، مامه العروسه، مامه العريس، درجه القرابه بتكون قريبه منهم اكتر. فاحنا بنرشح الحاجات اللي فيها كريستالات لولي كتير. في لولي دلوقتي هو برضو ترندي قوي مع البنات، هو مطرز على الهاند ميد من اوله لاخره، فهو بيدي شكل. حتى لو احنا مثلا مش هنحط فصوص كتير في الفستان، بس لو هو كله لولي مع الشغل الهاند ميد المطرز بالايد، هو بيكون برضو حلو جدا ومناسب للبنات. اهم حاجة ان ديزاين الهاند ميد يكون متطرز صح، معمول بشكل كويس، والقصة نفسها تكون مناسبة لجسم البنت. ده اهم حاجة في الهاند ميد عموما يعني. بس هو ده احنا حاليا انا وامنيه بنفضل اصلا ان احنا نوفر جميع الخامات الهاند ميد للبنات، بس لان اسعارها اليومين دول طبعا بتتراوح في مبالغ يعني عاليه جدا. بالظبط، بتتراوح مثلا هتبداي مثلا متر الهاند ميد دلوقتي بادئ من 800 المتر الواحد. فاحنا حاليا لما نوفر الايجار بتاع الفستان الهاند ميد نفسه 800 جنيه، فده حاجه اعتقد هي كويسه جدا، بس بنحاول نوفرها لأغلب البنات، بس علشان ما يبقاش في حد من أي طبقة مختلفة متضايق من موضوع الحاجات اللي هم محتاجينها ومش عارفين يلاقوها. طب أمنية، أوتيليه ديفا ستور بيقدم زي حفلات التخرج للبنات بأسلوب عصري وجميل بيجمع ما بين الموضة وطبيعة المناسبة دي، لو نتكلم أكتر عن المبادرة. احنا عاملين أوفر الفترة دي حلو جدا بالنسبة لحفلات التخرج. طبعا البنت بتيجي تختار الدريس اللي هي عايزاه، ايا كان هو ستان، دونتيل، ايا كان نوع الدريس ايه او نوع الماتيريال بتاعته. عاملين اوفر حلو جدا ان هي لما تيجي تأجر الدريس هتاخد معاه الروب التخرج وكاب التخرج معاه فور فري. يعني سي مثلا اختارت الدريس مثلا ايا كان ايجاره ب 500 جنيه، فهي هتاخد معاه الروب والكاب التخرج فور فري. هي لو راحت اشتريته بره من الجامعه مش هيكلفها اقل من 600 جنيه. فاحنا حابين نفرح البنات بالاوفر ده. هي بتجيلنا مثلا انا مش عارفه البس ايه، فطبعا البنت في حفله تخرجها لازم تكون لابسه حاجه سيمبل، مش هينفع تلبس حاجه هاند ميد، هتبقى صعبه جدا. فاحنا بنديها راينا ان احنا نقدر نلبسها ستانات مثلا، السكوبا بتبقى ماشيه جدا في حفله التخرج بجميع الوانها. الديسكو ممكن يمشي في حفله التخرج ده ولون هادي، مع روب التخرج كمان فور فري وكابل التخرج. فهي بتمشي مبسوطه من عندنا، بتاخد دريس على ذوقنا احنا لما نقول لها ده واحد ده هيبقى لايق عليكي اكتر، فهي تبقى ماشيه مقتنعه براينا. طب والميك اب بيبقى عامل ازاي بالنسبه للمناسبه دي؟ هو بيبقى سيمبل خالص خالص خالص، مش هينفع ان احنا نقفر خالص في حفلات التخرج في الميك اب. ممكن نعمل ميك اب مثلا شادو خفيف جدا، الوان النود دي بتبقى حلوه جدا على جمال دراستها عامه، في حفلات التخرج بتبقى حلوه قوي. في بنات مش بتحب الوان النود، بتحب مثلا البينكات، فاحنا بنحط حاجات خفيفه قوي، بلاشر خفيف، روج خفيف قوي، شادو، بلاشز لو هي حابه تحط بلاشز تكون خفيفه ما تبقاش تقيله. بس عارفين دايما منا بان الفصول والاعياد هي بتستدعي تحضيرات مختلفه. ازاي بتنفذوا الستيبس دي وبتبقى مختلفة عن باقي المناسبات ازاي؟ بصي، طبعا انت عارفة ان الاعياد دي بالنسبة لنا سيزون،
كل البنات بقى بتكون عايزة تلبس أفضل حاجة وأحسن صحيح. حاجة في الأعياد، بالذات العيد اللي فات ده كان في ضغط كبير قوي عندنا بسبب موضوع ان احنا، وكمان البنات اللي درجة قرابتها زي ما قلت لك قبل كده قريبة للعريس او العروسة او البنت العروسة نفسها، بيكون الموضوع فيه شوية ان هي حابة تبقى افضل حاجة في الفرح او في الخطوبة. فاحنا تحضيرات العيد لا بنحاول نوفر كل الالوان المناسبه للبنات، كل الخامات اللي ممكن تطلبها، كل الحاجات الترندي اللي نازله اليومين دول، لان دلوقتي كل يوم في قصه جديده، كل يوم احنا بنفتح السوشيال ميديا في قصه جديده، في شكل جديد على الاجسام كمان اللي هي الـ الاكتر ما بين وزن مثلا 60 ل 80، ودي الاكتريه اللي بتيجي اللي بتكون عايزه قصات مناسبه لجسمها وفي نفس الوقت تبقى مش مبينه الدفوهات. فاحنا بنجهز للعيد دايما، الاول بنجيب الالوان المختلفه، لو في بنات عامله برايد ميد ده كتير قوي اليومين دول، بتكون عايزه مثلا الديزاين بتكون عايزه منه مثلا كذا ديزاين، مثلا 5 بنات جايين او 6 بنات هم عايزين ديزاينز مختلفه نفس اللون، طبعا ده بيكون صعب جدا بس احنا بنقدر نوفر جزء منه. زي مثلا هنوفر 3 4 فساتين، باقي الفساتين بنتيح ان احنا نفصلها لها ايجار فيرست عن طريق المصنع، بس بيكون كده احنا قدرنا نوفر ده بشكل كويس وبقينا مرضيين لاغلب البنات اللي عندنا، 5 6 بنات معاهم 6 ديزاينز مختلفه بالوان بنفس اللون او بالالوان اللي هم مختارينها على حسب العروسه المختاره. طب احنا عايزين نشرك امنيه معانا بنصيحه اخيره، كون حضرتك متخصصه كده بمجال الالوان والميك اب، نصائح حضرتك لكل السيدات وحتى الانسات ازاي ممكن هم يختاروا الالوان المناسبه لبشرتهم سواء بالفاشن او بالميك اب. مش كل البنات بتعرف تختار لون يليق على بشرتها، ولا في لبس ولا في ميك اب. انا ممكن يعجبني مثلا حاجه دريس فوشيا، فانا بشرتي قمحويه فطبيعي مش هيليق عليا، هيغمق بشرتي، فاحنا ده دورنا ان احنا نقدر نقول لها ان لا ده هيليق على بشرتك او ده مش هيليق على بشرتك. فبنفضل نجرب مع بعض عادي لحد ما بنوصل مع بعض اللي احنا بنقوله هو اللي بيطلع صح في الاخر. ده بالنسبه للدريس. وبالنسبه للميك اب بقى، طبعا انا بفضل اقول لها لو احنا مثلا هنلبس دريس مثلا زي ده ازرق، فالميك اب هيبقى على روزات على بينكات يا اما هيبقى على نود. ما ينفعش هي لو حابه تحط روز نبيتي، مش هينفع، انا مش هحطه، مش هيبوظ شكل الدريس وهيبوظ الميك اب خالص. احنا بنتشكركم خبيرتي الازياء والتجميل منى احمد وامنيه صبري على وجودكم معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتوها للسيدات، وايضا على الكود بتاع الخصم اللي قدمتوه خلال البرنامج ام فاشن اللي هو ام فاشن. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيكم، ميرسي جدا، تشرفنا بيكي جدا والله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وصلنا معكم للختام، كونوا معنا بحلقتنا المقبله من ان فاشن.